أسوار ومنازل دمرت عن آخرها فيما البقية آيلة للسقوط بكل من قرية تنسف وأمز التابعة لإقليم ميدلتا بفعل الأمطار الغزيرة. خسائر مادية شردت العشرات من السكان ما دفع البعض منهم إلى البحث عن أماكن تقيهم سوء هذه الأجواء، فيما البعض الآخر حاول ترميم منزله بأبسط ما توفر له. الحيط تاع على الدار ديالنا وهذه مات الدار ديالنا دابا ساكنين برا ما عندنا دابا فين غنمشيو. جوج ديور دابا طاحنا جوج ديور. الديور كيطيحوا كل واحد مشى لعائلته، ولكن عوض باقي الشتاء راه عاد دابا بدنا في فصل الشتاء، وهذا الشراء مهدد راه خطير جدا، وهذوك الديور اللي طايحين راه حسن، هذوك اللي ما طايحينش هما المشكل. والخسائر المادية كادت أن تصل إلى الأرواح البشرية بعد أن علق سكان هذه الدواوير بفعل السيول الجارفة لواد توغا أيت الحسين وأيت بعربي، ما استدعى تدخل السلطات المحلية لتقديم يد المساعدة للساكنة المتضررة. غادي نوجدوا واحد السونتر اللي هو سوسيو ثقافي نوجدوا للناس، ولكن ما كافيش انه ما كافيش لهاد الناس هادو في غياب المواد الغذائيه وغياب الاسر. بالنسبه للطرقات الحمد لله تجنت المصالح ديال العماله والمصالح ديال الوزارات ديال التجهيز، وحنا الحمد لله في كل شيء عن طريق يعني قايمين بالواجب اللي كيتقام به، والحمد لله ما كان لحد الان ما عندناش شي منطقه اللي هي معزوله او معزوله يعني 100%. والعمل ان شاء الله من هنا لغدا ان شاء الله غادي يكون الجميع في الطرقات غادي تكون في الوضعيه ان شاء الله السليمه ديالها. وفي انتظار ان يتحقق ذلك، اثار السيول الجارفه ما تزال حاضره في اذهان هؤلاء الصغار، وحلمهم ان تتحسن الاوضاع الجويه ليعود الدفء الى قريتهم التي تعيش هذه الايام تحت مظله العزله.